إحدى ركائز دعم الاقتصاد العراقي بشكل عام هو العمل على تنشيط القطاع الخاص، ومن أهم بواباته المصانع المحلية، فمنها يوفر المنتج مادة قريبة من المستهلك بفارق سعر ينافس المستورد مشروطة بجودتها العالية. الهدف الأول الأساسي هو تحقيق وتقديم منتج مصنع محليا للمستهلك العراقي. هذا المنتج حيكون يضاهي المنتجات المستوردة، وبالنسبة إنه هو نفس الجودة اللي كانت تجي من المنتجات المصنعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مصر، ماليزيا، باقي الدول اللي كنا نستورد منها. الهدف الأساسي تأمين هذا المنتج للمستهلك، بحيث المستهلك ما يعاني الفترة اللي مثل ما صار معنا بالفترة الماضية أيام كورونا، خلال فترة التوقف تبع كل الشحن. انتشال البطالة واكتساب الطاقة الشبابية العاطلة والكفاءات المهملة إحدى مهام المصانع المحلية، ففي حال إنشاء مصنع جديد فهو يحتاج بالدرجة الأساس إلى الأيدي العاملة لإنجاح المشروع. بالنسبة لنا هذا المشروع كان عبارة عن بناء مصنع للصناعات الغذائية بما يخص الكاتشب والمايونيز، ومصنع المنظفات بما يخص الصابون والمنظفات السائلة. أكيد هذا المشروع هو يعطي فرص عمل للشباب، للخريجين، حتى يشقون طريقهم بالقطاع الخاص، ما يظل تفكيرهم دائما للوظيفة الحكومية والتعيين. إن أعادت الدولة العراقية من خلال حكومتها تشغيل المصانع المحلية، فإنه يعني زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للشباب بحافز الضمانات، وحينها أيضا تتغير فكرة التشبث بالتعيين الحكومي. دعما للاقتصاد العراقي ولكسب الطاقات الشبابية العاطلة عن العمل، يعود النشاط للمصانع المحلية وستسهيلات حكومية لإنجاح مشاريعها. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.